السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدرس رقم 69. طبعا احنا بعدنا مع الجافا، الايرور، المشاكل اللي تواجه لنا. الدرس السابق احنا كنا واقفين وين؟ انه احنا قدرنا نعمل اكسبشن. اوكي، لو اني اجي اعمل كومنت لهذا الميثود، لهذا الاوبجكت مع الميثود، زين، ولو حاولت انه شنو، انه اطبع للمستخدم او اطبع بالكونسول المشكله اللي تواجهني. There is an error. اوكي، هناك مشكله. لما اعمل run الاحظ انه طبعا هذا ما عملنا له print line new line print new line. اوكي، لما اعمل run من جديد الاحظ انه المشكلة كلها اختفت، أي بمعنى أي مشكلة تظهر لي الإكسبشن أنا حولتها إلى شنو؟ حولتها إلى نص بسيط اللي هو there's an error، وبعد ذلك نفذ الكود اللي بعدها. أي بمعنى أنا قدرت أخفي اللون الأحمر، هذا الإيرور الكبير اللي كان يظهر لي بشكل غير مفهوم بالنسبة للمستخدم. هسه حاليا هذا راح يكون شيء واضح للمستخدم انه اكو مشكله، بعد ذلك قمت بعمليه التنفيذ. اوكي، لو نجرب شيء اخر. زين، هذا انا ايش سويت بهالحال؟ لو اجي افكر، اي حاله اكسبشن تظهر، اي حاله ايرور تظهر بهالحاله، هذا الكاتش حيعمل لها شنو؟ حيظهر لي هاي العباره اللي هي there is an error. اوكي، لو انا اجي افكر اقول هل ممكن انه اني اخصص الايرور؟ يعني كيف؟ لو اجينا احنا رفعنا هذا ورجعنا عملنا مرتلخ run، الاحظ بالكونسول انه الايرور تابع لي الجافا لانج، وهو من نوع array index out of bound exception. انا ممكن اخذ هذه النسخة لحد الاري، اوكي، لان جافا لانج هي المكتبه وهذا من ضمن المكتبه، اصغر الكونسول واجي هنا بالاكسبشن اضعها، بعد ذلك اجي مره اخرى اعمل كومنت للاي دوت برنت ستاك تريس واعمل ران. هنا شنو اللي فرق؟ نفس الجمله طلعت لي there is an error، وبعد ذلك نفذ اسمي اللي هو محمد عيسى. لو اجي افكر شويه انا من قلت انه انا دا استخدم الاكسبشن بالحاله الاولى، اي بمعنى كل انواع الايرور اللي تظهر حيظهر لي هاي الجمله there is an error. اوكي، زين، انا عندي مشكله في وين عندي المشكله؟ عندي مشكله في الاراي. انا ممكن برنامجي يكون واسع، يعني ممكن يحتوي على 4 اراي، ممكن يحتوي على function مثل الكالكوليتر، ممكن يحتوي على function من ضمن هذا الفانكشن اكو شيء اسمه switch، اكو شيء اسمه for، اكو شيء object بها string. زين، انا من يطلع لي there is an error، وين هذا الايرور؟ اين حصل هذا الايرور؟ لمن عائد هذا الايرور؟ اوكي، لو افكر شويه انا ممكن اخصص الايرور، اي بمعنى انه لو ظهر لي هذه المشكله معناته انه اكو ايرور في الاري، يعني ممكن اغيره ان array. لما اعمل تنفيذ run الاحظ انه شيء يظهر لي there is an error in array، اي بمعنى لو كان حتى في كود بعدها يخص السويتش، يخص الفور، انا قدرت اعمل focus على error خاص في الاراي، فراح اعرف انه عندي مشكله هنا. try catch فاتى انه شنو؟ ياخذ هذا المشكله ويأخذ هاي المهمة ويحاول انه يظهر لك المشكلة اين تقع بالضبط. فبالتراي كاتش ايرور اني ممكن اعرف بالضبط المشكلة تابعة لمن. من اجي استخدم الاراي اندكس اوت اوف باوند اكسبشن، من اجي استخدم هذا الكلاس، فأتى انه اني جيت حددت انه اذا ظهر هاي المشكلة اظهر لي هذا الايرور. بمعنى في حالات انه انت ما تطلع لك ايرور كثير في ابلكيشن، انه انت قمت بادخال رقم الخطا او قمت بادخال مشكله او انت عملت مشكله في الداتابيز انه ما يقدر يسوي كونكشن، كل هذا ممكن انه انت تعمل له شنو؟ تعمل له اكسبشن. بمعنى انه انت ممكن تخصص الاكسبشن لك،
كل حالة ممكن تعمل لها exception. فأنت أنه أنت تخصص الاكسبشن لكل object عندك موجود في البرنامج، لكل function عندك في البرنامج، بالحالة يسهل كثير عليك وعلى المستخدم أنه يعرف أنه أنت مشكلتك وين. حتى المبرمج إذا أنت عطيت للبرنامج حتى يعمل، عملت open source وقدمت للناس، المبرمج من يجي يقرأ السورس كود مالتك لما ينفذ، في حالة إذا كان يحب يطورها أيضا حيفيده أنه يعرف المشكلة هي فين. يعني أنه المشكلة أنت عندك هنا، أنا طلع لي عندي مشكلة في الأري، فأنا راح أعرف أنه هاي المشكلة هي خاصة بهذا الستيتمنت. فالفكرة تقريبا توضحت أنه أنا كنت مسوي في الحالة الأولى فقط كلمة exception، أي بمعنى أنه أنا عندي error، لكن هذا ايرور عام لكل انواع المشاكل، لكن الان هذا الايرور فقط راح يظهر في حاله اذا كان عندي مشكله في الاراي. لهنا احنا راح نوقف الدرس ونلتقي وياكم بدرس اخر ان شاء الله. مع السلامه.